ياسين كداري لاباس عليكم بخير فقت ولا مازال عرفتي واحد النهار مازال نوضو 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 ديرو شويه ديال الرياضه ونخرجوا شويه كلشي مزيان ايوا حنا غادي للهديه نمشيو نفطرو تماك الجو عرفتي زوين الواحد يبروفيتي من هاد الايام اللي باقا قبل ما تجي الشتا ايوا كي دايرين لاباس عليكم كلشي مزيان كي جاكم كسكسو مش كنعرف شويه ولا والو ايوا احنا دابا غاديين بالباسبورات ديالنا ما يدخلوناش شي ساقل شي ما فاطرش كتسمع الموسيقى هاد الفينوازغي من عند سويت اند سالت مقابل مع المحكمة اللي في دار رامي واعرين عندو لي فينوازغي جربوهم ردو عليا بنان 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 واعرين الحجم الصغير والكبير بنان بزاف وي البنات فطرنا عمرناها ادم شاي تمشى مع باه وانا جلست انا وجاد اليوم سبحان الله العظيم فكرني البحر فواحد الايام الزوينه كانت ماما الله يرحمها باقا صحيحه وكنت كنجي انا اختي ناديه مع داك 8 ونص 8 الصباح كنجلسو نعومو 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 بحوايجنا ونضحكو 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 عرفتي كيشدنا شي حماق ديال الضحك وتقول مع شنو واكلين وحنايا كنتخاطو مع المواج ونضحكو وقولها وضحك عليها قولها وضحك عليها كانت شي ايام زوينه بزاف النهار عاد عرفتي كنتفكرها زوينه والله ايه والله اذا شي تعود الخير يا ربي الله اذا شي تعود الخير الله يرحم من توسع عليها الله يرحمها الله يوليها برحمة الله الله يرقص عظامها في الجنة الله يرحمك اميت المهم البنات بكيت شوية ومسحت دموعي البحر اليوم زوين والله الا زوين
الله الا كاين شي حي تقولي غنكون وسط منه، ولكن كاين شويه البرد. حتى باش توصلي للحاشيه واقيلا ما عرف انا بعدا مبرادة. ايوا هذه هي الحياه، حياه صعيبه. كيمشيو لك شي ناس عزاز، ما كتبقاش عندك اليد ديالها. ايوا الحمد لله على اي حال، بالخصوص الام. والو والو، لا كتبقى عليك الدنيا خاوية، ولو انها تكون معيلة، ولو انها تكون جالسة في قنية، ولكن كتكوني معمرة قلبك بيها. ايه والحمد لله، انا يا كانت كتكون عند هاد اختي اللي نادية ساكنة حدايا في ولاد وجيه، كنبقى كل نهار سير واجي سير واجي سير واجي عندها، حتى كنطلع ليهم في راسهم، وهي راه كتديني الا بيا كتديني غا ماما باش نشوفها ونجلسو ونشربو اتاي. كان عزيز عليها مسكينة اتاي. كتوصل الخمسة كتبقى تقول لنا يا اختي ايوا شي كويس داتاي، كتقول مسكينة بواحد الطريقة حنينة، كتقول لها انا دي اختي واخا نحول انا غادي نصوب اتاي. ولا كنكونو جالسين تقول لك نادية ونوض نصوبها الخمسة هادي، ماما كتبغي اتاي مع الخمسة د العشية. ولا كتكون عندي انا عاوتاني، انا مكنديرش اتاي بزاف، وعلى ودها عا كتوصل الخمسة كنعرفو الوقيته ديالها اللي كتبغي اتاي، نوضو نديرو ليها كويس اتاي ونديرو ليها مع شي حليوة ولا شي حاجة. ايوا ملي تعطيها شي حاجة زوينة مع اتاي، الله اييه بسم الله. ايوا ايام كون يرجع ربع منها، ربع مبقيناش باغيين كلشي ربع، ولكن سي دوماج. ايوا الحمد لله الحمد لله. اسمحوا لي كنهضر هكا راه بحال كنهضر مع راسي، داكشي اللي كيدور ليا في راسي كنقولو. نتوما ما عندكم ما ديروا بالهم والغبينه. ايوا كاين ماشي مشكل، نشاركوا الزوينه والخايبه. دابا كنخرج واخا كنخرج واخا كنمشيو بزاف ديال البلايص، ولكن والو داك الخرجه اللي كنمشي عند ماما هذيك بوحدها خارجه فين غادا عند ماما، اما كتكون عند ناديه ولا عند سعاد اختي ولا. ايوا الحمد لله، الله يرحمها ويوسع عليها، الله يرحمها الله يرحمها الله يرحمها، الله يغطس عظامها في الجنه يا رب، ترحم جميع المسلمين يا رب. الناس بداو يجيو والبوليس عامة الدنيا، ممكن كيدور على القهاوي ولا ما نعرف، المهم عامة الدنيا. الله صحاب السر مع راسهم، الله سعداتهم. ودي كلها كترعد، كنشوف الفيديوهات ديالي كلهم كنرعد يدي، وزعما كنحاول نشدها ساعة والو ما كاين، ما كنشدهاش. انت لا دابا كنشوف التصويرة كلها كترعد، ساداتهم والله الا ساداتهم. كان يرجع بيا العمر الله تندخل نديرها.
240 الكيلو الحامض 5 دراهم الصطيل والليمون عرفتي هذا الليمون جديد داك اللي كيكون نص اخضر الليمون دايرين له 140 زوينه الخضره ولكن انا مقضيه خديت راه هادشي جديد الله
إلي. القلب والبنات على واحد المركب سميتو باسو، وكنقلبو عليه فايتين جاي ليه ونسينا لما ورد فيها من أحاديث رمقون ديالو نسيناها. دابا لقينا رمقون غادي نمشي عليه زوين واحد المركب فيه الألعاب فيه لابيسين فيها كلشي اللي طاح لك في بالك الذي بكيت منذ ما عرفتش واش شفتناه ولا باقي. شوفوا الا عرفناه مزيان في الطواجن في الشوا في اللي بغيتي الحوت القهوة ولكن جو داخل شوية ولكن زوين كيمشيو له الناس واخا شوفي تقولي قالو كيجي لو تحت رمضان شي 3 ايام ولا 4 ايام ماشي هاد رمضان هذا ماشي قبل كورونا صافي مشينا ولقينا الدخله شحال كانت الدخله 60 درهم الواحد فيها كونسوماسيون فيها كونسوماسيون موناضة ولا قهوة ولا شي حاجة ولا بغيتي تاكلي تخلصي بطبيعة الحال ايوا وسميتو صافي ومشينا قلنا زعما كيفاش كتخلصي في الباب وعاد دخلي عاوتاني تخلصي لداخل وين دخلنا لقينا لك واحد الجو وجميع الانواع ديال داك الفولكلور المغربي احواش دوك الدقيقيه حيدوس الاخرين ديال المكناس سميتهم عساوه فرقه ديال الرقبه مالمو قلنا الدخلة فابور وكت دابا حنا نشوفو الا لقيناه غنشوفو واش باقي نفس السيستيم ولا غندخلو نسولو هنايا فهاد السطاسيون عليك يا ربي عرفوه. السلام عليكم. السلام. هاتك بغيت نسوق هاديك الدخلة ديال الفيرما ديال باسو فين بقات؟ الفيرما ديال باسو؟ اه فين عرفتي؟ شوف تعرف الدخلة ديال باسو عرفتيها؟ ربطه على دروج ايه ربطه ثاني ديال السوق ايه ضر عليهم بحال ترجع للول نرجعو فين كاين واحد العقيبه نطلع مع العقيبه تزنا ربطه ثاني ديال السوق ضر عليهم بحال ترجع للول الله يرحم والديك واحد 500 متر تلقى واحد الجعيبه ديال الحديد في الريدار ايه واحد البلاصه كنشوفها باسه ضر على الله يرحم والديك بارك الله فيك شكرا ايه الله يعطيك الخير ايوا بعيده هي اللي فين كتسيا دوخ لك هانتوما البنات ما سمعش ليا حنا دزناها بقيت عاقله على شي تشاش قال لي لا لا باقا القدام ايوا سير دابا احنا غنمشيو نشوفو ماشي مشكل يا هانيا نرجعو ان شاء الله يا ربي يا ربي نعرفوها طيلا بغيت نوريه ليكم هو زوين بزاف فيه تا الحيوانات ها هو البنات هاي الدورة غنمسبح البلد مكتوبة غنمركب البلدي بحال غادي للطور ديال طنجة الدبيضة بحال غادي للطور طنجة الدبيضة ها هي الشي في مكتوبة
كانش هذيك كانش بني صافيين في الحقيقة. واحد الحاجة البنات اللي استنتجناها، حيت كما قلت لكم أنا جيت مرة واحدة، الناس جاو حتى الخمسة د العشية، حتى يعني إلا دخلتي ب 25 درهم دخلتي بها وكتاخذ كونسوماسيون، إما قهوة أتاي قهوة أتاي مناضة كتجلسي، وما نقول لكمش واحد الفراجه، واحد الفراجه راها كتحمق. سميتو هذا مصطفى بحال يعلم الله، قال لي ما تصوريش شويه، ومني هزينا عينينا لواحد البلاكه دايرين ممنوع التصوير. المهم صورت شي لقطات، ولكن راه داك الشيء غزال والله قسم الا ما تفويجه تفويجه وتفويجه مخيره وحق الله العظيم. شكرا على الضو والله هنا كتعطيني الزهر وحده وبدا ليا هات يا هذا والو ما كتفهمش. شكرا. المهم خرجتيني ماشي مشكل، واخا دير ليا زهر. ايوا قلت لكم البنات والله الا فن عرفتي في التفويج انا كان قلبي مكروز عليا، ولكن الله الا جاب لي ربي فين فوجت. والناس سمحي حين تبارك الله وصلى على النبي سعداتهم، الله يكمل عليهم على النشاط ديالهم، متى حنا النشاط مشى. ايوا المهم عرفتي. وفي كما قلت لكم جاو حتى العشيه كونسوماسيون صافي تشربيها، بغيتي تشربيها بوحدها، بغيتي تجيبي معك شي حاجه من دارك، وكيديروا الملاوي والحرشه تما كيبيعوهم الا بغيتي، وشي ناس خداو الحريره وبيتزا وسميتو شنو اخر حريره بيتزا البيض شباكيه، يعني اللي بغا يتعشى مخيره والله الا مخيره. ايوا صافي هادشي اللي كاين. صافي حنا خرجنا وغيساليو حتى ل 10 د الليل عاد كيسالي ليه مزيان، حتى الا ما بغاش بنادم كاع هذا يمشي يتغدى ولا هذا حتى يتغدى في دارو ويرتاح عادي يجي بالنسبه لي قريب، حتى حنا